السلام عليكم مشاهدينا الكرام، رمضان كريم وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقي إياكم في حلقة جديدة في مسابقة معارف التراث، هذه المسابقة الفرقية الرمضانية التي يتبارى فيها الشباب من الفرق الجامعية من جامعات العراق. وها نحن اليوم في هذه الحلقة، ستكون المباراة بين فريقي جامعة كربلاء وكلية الإمام الكاظم عليه السلام الجامعة. كيف ستكون النتائج في هذه الجولة في هذه الحلقة وجولتها الأولى؟ أكيد نتعرف على هذه التفاصيل من خلال متابعة الحلقة ومتابعة جولات المسابقة الثلاث، وهنالك أكيد أسئلة مختلفة ستكون من نصيب المتسابقين ما بين جولة وأخرى. كل جولة فيها أربعة أسئلة، وستكون الأسئلة فردية لحضراتكم، السؤال الرابع سيكون مخصص للفريق، وقيمة السؤال واحد في الجولة الأولى 10 نقاط. يا شباب خلينا مركزين، خلينا منتبهين، ونتمنى نحقق أكبر قدر ممكن من النقاط اللي تأهلنا إلى أفضل النتائج. إذن نبدو إياكم مشاهدين الأحبة الكرام، ومع ضيوفنا شبابنا من الجامعات العراقية المشاركة، كلية الإمام الكاظم عليه السلام الجامعة وكذلك جامعة كربلاء. ونبدأ مع جامعة كربلاء ومع محمد تحديدا. صعبة أكيد، هو تنافس عاد شلون، والله الأسئلة بيها زينة يعني وبيها صعبة. أي فادتنا أكيد، استفادنا تراث ويعني معلومات، أي جاي نراجع الحمد لله، توفيق بيد الله. محمد شلون الأمور عندك؟ تمام الحمد لله، تمام، مستعد اليوم مسيطر؟ إن شاء الله مستعدين. إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله يا رب بداية موفقة إليك ولفريقك. نبلش وياك يا محمد ونروح مباشرة إلى السؤال الأول. أسست المدرسة الحسينية الأهلية في كربلاء سنة 1901، سنة 1908، سنة 1911. نروح 1911. 30 ثانية عندك من الوقت، لا زال الوقت موجود وياك، تقدر تستثمر وقتك المتبقي أو تثبت على إجابتك. على إجابتك اللي هي 1911. 1911 كنترول، الإجابة الثالثة نثبت عليها مباشرة، وهي إجابة محمد على السؤال الأول 1911، والإجابة خطأ يا محمد، وبداية غير موفقة للأسف كانت وياكم. نتمنى التركيز والدقة أكثر على الأسئلة القادمة. نكمل وياكم ونرجع إلى كلية الإمام الكاظم الجامعة، وسؤالكم الأول يا حسنين تحديدا. تحديد مركز أول وثاني، لكن نبحث عن المركز الأول على مود نلاقي المركز الثاني، المجموعة الثانية. إن شاء الله إحنا عازمين على المركز الأول. كمجموعتنا إحنا أول. سؤالك يقول: تأسست مدينة البصرة في سنة 10 للهجرة أو 14 للهجرة أو 16 للهجرة؟ متى تأسست مدينة البصرة؟ حاول توصل للإجابة في غضون 30 ثانية، وتبقي منها 15 فقط يا حسنين. متى تأسست مدينة البصرة؟ إن شاء الله مع الإجابة الثانية. مع الإجابة الثانية اللي هي 14 للهجرة. كنترول ثبت الإجابة على الاختيار الثاني 14 للهجرة، ونتمنى تكون الإجابة صحيحة وتكون بداية خير وياكم يا شباب. كنترول الإجابة صح، عفية عليك يا حسنين، وبداية موفقة وعشر نقاط في رصيدكم تفتتحون بها الجولة الأولى. نتمنى الحال لكم كذلك يا بشير. والله راجعنا وضار وكلش قوي، لا ما نخاف من أحد، دريت أطلع أكثر على الأسئلة اللي راح تواجهنا مستقبلا إن شاء الله. لا والله ما متعودين نخاف. ونروح وياك للسؤال الثاني مع شبابنا في جامعة كربلاء. السؤال الثاني وسؤالك تحديدا يا بشير يقول: شيد المختار بن أبي عبيد الثقفي أول بناء على قبر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، الحسين بن علي عليه السلام، العباس بن علي عليهما السلام؟ وين شيد المختار أول بناء على قبر الإمام، على أي إمام؟ الحسين بن علي عليه السلام. الإجابة الثانية الحسين بن علي عليه السلام. متأكد؟ إن شاء الله. وقتك تعيفة ما تحتاجه؟ نثبت. إذن نثبت يا كنترول على الإجابة الثانية، الحسين بن علي عليهما السلام، وإجابة صح، عفية عليك يا بشير، 10 نقاط
في رصيدكم. حلو، 10/10 ونرجع ويا علي. واليوم ان شاء الله امي غارجون 130 يا البصره لعبوا 130 احنا 190 احنا الثاني نبقى ان شاء الله الاول. ممكن تصيرون 20 وممكن تبقون 10 يا علي ركز. الحله السيفيه من اسماء مدينه الحله، اول من سماها بهذا الاسم هو امير المؤمنين علي عليه السلام هارون العباسي المتوكل العباسي. من سماها بالحله السيفيه؟ 30 ثانيه يا علي معاك او 10 يعني نقاط عندكم، نتمنى تصير 20 بفضل اجابتك الصحيحه حتى تكملون وتواصلون تقدمكم. طبيتوا بثقه عاليه وان شاء الله تكون اكو نتائج ايجابيه لهذه الثقه. ان شاء الله احتاج اجابه ثالث ان شاء الله. المتوكل العباسي، المتوكل العباسي سمى الحله السيفيه بهذا الاسم. كنترول، هل هذه المعلومه صح ام لا؟ المتوكل العباسي إجابة خاطئة للأسف يا علي. بقينا على 10 نقاط وكنا نتمنى تصير 20، لكن الإجابة الصحيحة هي ليست المتوكل العباسي وإنما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يلا نقدر نعوض إن شاء الله. والجولة بعدها والمسابقة في أولها، ونروح إلى زهير. متأهلين إن شاء الله للدور الثاني، نقول إن شاء الله الأول، نحاول قدر الامكان. شلونك يا زهير؟ خير ان شاء الله. خير، مستعد ان شاء الله؟ ابتسامتك حلوه. الله يسلمك. ومتفائل. الله يسلمك استاذ. نروح وياك للسؤال، وسؤالك يقول: حاكم عباسي قام سنه 233 للهجره بهدم قبر الامام الحسين عليه السلام ومنع زيارته وعبث بمدينه كربلاء واجرى عليها الماء. من هو؟ هل هو المتوكل العباسي أم المنتصر العباسي أم المعتصم العباسي؟ 30 ثانية فقط يا زهير. الإجابة الأولى متوكل العباسي. 30 ثانية، عندك وقت، استثمر وقتك، عندكم 10 نقاط فقط، حاول تسويها 20. ثبت على المتوكل العباسي. ثبت على المتوكل العباسي ونروح للكنترول. المتوكل العباسي الإجابة الأولى هي اختيار زهير في هذا السؤال، والإجابة هي صحيحة يا زهير. عافية عليك، من 10 صرنا 20 نقطة حلوة وتستاهلوها. نرجع وياكم الروح الصادق. يعني ما أشوفها يعني هاي المنافسة القوية، بس ممكن نقول نص ونص حسب ما يعني عرفنا بأنه مو هالقدر، هي القوة لله سبحانه وتعالى، بس نقول إن شاء الله تعالى بفضل الله تعالى وتزديده. صادق صحة وسلامة. ونروح لسؤالك، وسؤالك يقول: مؤلف كتاب نبذة من تاريخ كربلاء أو دليل الزائر، من هو؟ هل هو محمد الكرباسي أم صالح الكواز أم هاشم الكعبي؟ من هؤلاء هو مؤلف نبذة من تاريخ كربلاء أو دليل الزائر؟ صادق ركز. 30 ممكن تصيرون، أو أنتم 20 لحد أو 10 لحد الآن، ممكن تصيرون 20 جماعة. 20 سأثبت على الخيار الثاني، صالح الكواز إن شاء الله. صالح الكواز انثبت إن شاء الله. كنترول، انتهى الوقت، منثبت على الاختيار الثاني. صالح الكواز هل هو من ألف كتاب دليل الزائر؟ وللأسف يا صادق الإجابة خاطئة، الإجابة الصحيحة هي محمد الكرباسي. كنا نتمنى تكون إجابتكم دقيقة وصحيحة وتعدلون فارق النقاط اللي بيناتكم، لكن بعدنا موجودين في هذه المسابقة وبالإمكان التعويض بشكل جيد إن شاء الله. نرجع وياكم شباب برصيدكم 20 نقطة مقابل 10 نقاط، وسؤالكم الجماعي يقول: هجم الوهابيون بقيادة سعود بن عبد العزيز على كربلاء فقتلوا الآلاف من أهلها وسلبوا مقتنيات الحرم الحسيني الشريف، وكان ذلك في عام 1116 1100 أو 1300 للهجرة، في أي عام من هذه الأعوام كانت هذه الحادثة؟ 30 ثانية يا شباب، ممكن يصيرون 30 نقطة ونطلع بال 30 نقطة إلى الجولة الثانية. ممكن نبقى على ال 20 الأولى. أنا استثمروا وقتكم، أعطوني إجابة قبل انتهاء الوقت. الأولى؟ ماشي الأولى. الإجابة الأولى 1216. كنترول، نثبت الإجابة الأولى 1216 ونتمنى تكون إجابة صحيحة. كنترول، إجابة صح ولا خطأ؟ إجابة صحيحة، عافية عليكم.
كل التوفيق. 30 نقطة من نصيبكم كحصاد الجولة الأولى. ونروح وياكم مشاهدينا ونشوف شو راح يكون أيضا حصاد الجولة بالنسبة لكلية الإمام الكاظم عليه السلام الجامعة. والسؤال الجماعي لكم يقول: باب الفيل هو اسم لأحد أبواب مسجد الكوفة التي غيرها معاوية لمحو فضيلة من فضائل الأمير المؤمنين علي عليه السلام، واسمها الأول هو باب الرحمة، باب الثعبان، باب الحجة. يعني باب الثعبان موجود، هذا موجود، لا سالت الرحمة لا الحجة، بس أنا أقول الرحمة الأولى، الأولى. ركزوا وعدلوا فارق النقاط، ممكن تصيرون 20، ال20 أحسن من العشرة الأولى، يعني فارق 10 نقاط فقط. إن شاء الله الأولى. الأولى إن شاء الله. باب الرحمة بإذن الله إن شاء الله. متأكدين؟ إن شاء الله. ثبتون يا شباب. يلا كنترول نروح نثبت على باب الرحمة الاختيار الأول، ونتمنى تكون الإجابة خضراء. للأسف يا شباب الإجابة غير صحيحة. الإجابة الصحيحة باب الثعبان، والقصة أعتقد متداولة ومعروفة. الثعبان الذي تكلم مع الإمام علي عليه السلام، ووردت الفكرة أن هناك معجزة. طيب يلا ما علينا، ممكن نعوض الجولة القادمة بإمكاننا نعوض كل اللي عندهم 30، وقيمة السؤال الواحد بالجولة الجاية 30. ممكن نعوض جدا، وممكن نواصل تقدمنا. خليكم ويانا متابعينا مشاهدينا الكرام. حصادنا بهذه الجولة 30 لصالح جامعة كربلاء، وعشرة لصالح كلية الإمام الكاظم عليه السلام الجامعة. نروح وياكم إلى فاصل، بعد الفاصل نرجع ونكمل جولتنا الثانية في مسابقة معارف التراث. خليكم ويانا. رجعنا وياكم مشاهدينا الأحبة الكرام، ونكمل مسابقتنا لهذا اليوم، مسابقة معارف التراث، وهذه الجولة الثانية لهذه الحلقة التي يتبارى فيها طلبة جامعة كربلاء أمام طلبة كلية الإمام الكاظم عليه السلام الجامعة. الرصيد الحالي هو 30 نقطة لدى جامعة كربلاء، وعشر نقاط لدى كلية الإمام الكاظم الجامعة. أربعة أسئلة لكل فريق ستغير من وقائع ونتائج هذه الجولة لكل الفريقين، وقيمة السؤال الواحد فيها 30 درجة. نرجع ونبلش وياكم هالمرة يا شباب، ويا كلية الإمام الكاظم الجامعة. والسؤال الأول لك يا حسنين يقول: من هو صاحب القصائد العلويات السبع؟ هل هو السيد المرتضى، أم هو ابن أبي الحديد المعتزلي، أم ابن الرومي؟ 30 ثانية وياك يا حسنين، 10 نقاط فقط هو رصيدكم، خليه يصير 40 يا حسنين. أرجوك حاولوا تحافظون على فوزكم. 15 ثانية باقية عندك فقط يا حسنين. أحتاج إجابة قبل أن ينتهي الوقت. إن شاء الله الإجابة الأولى السيد المرتضى. إذن السيد المرتضى يا كنترول هو صاحب القصائد العلويات السبع، صح ولا خطأ؟ خطأ يقول الكنترول يا حسنين. للأسف 10 نقاط لا غير. الإجابة الصحيحة هي ابن أبي الحديد المعتزلي، وكنا نتمنى أن تغير واقع النتائج. يلا نكمل وياكم ونرجع يا شباب ويا محمد. محمد سؤالك يقول: من هو الشاعر الذي أوصل الإمام الصادق عليه السلام الشيعة بتعليم شعره إلى أولاده؟ الإمام الصادق أوصل الشيعة أن يعلمون شعره إلى أولادهم، هل هو شاعر سفيان بن مصعب العبدي، أم الفرزدق، أم السيد الحميري؟ 30 ثانية وياك يا محمد، كفيلة بأن توصلك للإجابة الصحيحة، والثلاثين ممكن تصير 60. ركز وانطيني الإجابة. يلا يا محمد. روح الثالث. نعم الثالث السيد الحميد. سيد الحمير الاختيار الثالث. كنترول احنا بالجولة الثانية، وثلاثين فقط عندنا مع شبابنا في جامعة كربلاء، ممكن يصيرون 60 بهذه الإجابة أو لا؟ كنترول شو تقول؟
الإجابة الثالثة صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ يا محمد للأسف. كان عليك أن تختار الإجابة الأولى اللي هو سفيان بن مصعب العبدي، وهو صاحب الإجابة الصحيحة، أو هو الشاعر الذي أوصل الإمام الصادق بتعليم شعره إلى أولاد الشيعة. طيب المعنويات شلونها يا شباب؟ إن شاء الله. عالية إن شاء الله. إن شاء الله. يلا كل ال يعني السيناريوهات ممكنة، يعني ممكن يعني ما بين الفارق الحالي ممكن كل شيء يصير، لحد الآن ماكو شيء محسوم. نرجع ويا علي وإن شاء الله الأمور تتغير شيئا فشيئا. وسؤالك يقول: المدرسة النظامية من مدارس بغداد القديمة أنشأها من؟ المأمون العباسي، الحاكم العباسي المستنصر، أم الوزير نظام الملك؟ من من هؤلاء هو الذي أنشأ المدرسة النظامية في بغداد؟ يلا يا عيني يا علي ركز واستثمر وقتك وانطيني الإجابة الصحيحة وعدل فارق النقاط. إن شاء الله مع الجواب الثاني. الحاكم العباسي. الحاكم العباسي المستنصر. الوقت بقى 5 ثواني. انثبت your control على الحاكم العباسي المستنصر، هو من أسس هذه المدرسة. والكنترول يقول الإجابة خاطئة يا علي. وين المشكلة؟ ليش ما جاي نركز بالإجابات؟ إذا الإجابة خاطئة يا كنترول، الإجابة الصحيحة هي الوزير نظام الملك. بعدها الفرصة قائمة وبعدنا ممكن نغير. شكرا لك يا علي، ونروح مباشرة إلى بشير. بشير احنا طبينا بالجولة الثانية إن شاء الله، والنقاط لا زالت يعني ليست بالمستوى اللي ممكن نرتضيه. نتمنى النقاط تصير أكبر وأعلى إن شاء الله نغير. خلونا نركز ونروح لسؤالك. سؤالك يقول: جامعة النجف الدينية المعروفة بجامعة كلنتر صرح ديني علمي أنشئت عام 1376 للهجرة وتقع بالقرب من معلم معروف هدم هو الآخر، وكان يسمى هذا المعلم الذي هدم ماذا كان يسمى؟ مسجد السهلة، أم مسجد السبزواري، أم نصب ثورة العشرين؟ ركز 30 ثانية، راجع ذاكرتك، راح تقدر توصل للإجابة. يلا مسجد السهلة الإجابة الأولى. مسجد السهلة الإجابة الأولى. الثبت يا بشير إن شاء الله. إذا بشير يثبت على الإجابة الأولى واللي هي مسجد السهلة. كنترول نروح وياك للإجابة الأولى، والإجابة الأولى خطأ يا بشير. الإجابة الصح ثورة العشرين، نصب ثورة العشرين، مكان كان معروف وصار مكانه جسر. نتمنى التوفيق في الأسئلة القادمة، خليك مركز وإن شاء الله التعويض قادم إن شاء الله. يلا نكمل وياكم ونروح إلى صادق. إن شاء الله. صادق سؤالك نتمنى يكون يعني أداة لتغيير إن شاء الله الواقع الحالي، و يعني رفع أجواء المنافسة فيما بينكم وما بين الشباب في جامعة كربلاء. إن شاء الله. عدتكم 10 نقاط فقط يا صادق. والسؤال يقول: من متاحف كربلاء المقدسة متحف التاريخ الطبيعي، أو متحف ذاكرة الإسلام، أو متحف البريد العراقي؟ متاحف كربلاء. ركز لي يا صادق وانطيني الإجابة. يعني لعله الإجابة الثانية متحف ذاكرة الإسلام إن شاء الله. لعله يعني لعله متأكد؟ لا يعني لعله يعني غير متأكد، بس يعني قريب التأكد إن شاء الله. أنا هسه أريد إجابة لعله داخليا. هاي سريري الثانية إن شاء الله. الثاني. إجابة الثانية متحف ذاكرة الإسلام. شباب هو يعد من متاحف كربلاء المقدسة، وقبل الكنترول ومع الكنترول نقول لك شنو الإجابة صحيحة يا كنترول. صح، عفي عليك، 20 نقطة معاك يا صادم. متحف ذاكرة الإسلام فعلا من المتاحف الموجودة في مدينة كربلاء المقدسة. الفارق بدأ يقل يا شباب، إذن الفارق 10 نقاط فقط يا شباب. 40 مع كلية الإمام الكاظم عليه السلام الجامعة، 30 معاكم،
ونتمنى تصير 60 يا زهير، تمام؟ بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. يلا نروح إلى سؤالك وسؤال جامعة كربلاء لزهير. يقول: قديما عرف متحف الآثار المصرية القديم بمتحف الإهرامات، لو الأنتيك خانة، لو متحف الفراعنة، شنو كان يسمون قبل متحف الآثار المصرية القديم؟ 30 ثانية وياك، حاول تروح لمصر تتذكر إن شاء الله. المتحف الفراعنة. يعني ليش مو الأهرامات؟ الأهرامات هم معروفة بمصر. خلع الثالث نثبت. نثبت على الفراعنة إن شاء الله. إذا كنترول نروح إلى الفراعنة وهي الإجابة الثالثة، متحف الفراعنة. هل كان يسمى فعلا كذلك يا كنترول؟ الإجابة خاطئة يا زهير. الإجابة الصحيحة هي الأنتيك خانة، لا الإهرامات ولا الفراعنة. يعني الأشياء اللي ممكن نربط بها نستبعد. نعم. في هذا السؤال تحديدا. عموما نتمنى التوفيق. 30 مقابل 40. نرجع للسؤال الجماعي وياكم. معنويات بدها تتحسن، ها؟ إن شاء الله. يلا سؤالكم يقول: أول من أدخل التوقيع الخطي للخطاط وجعله جزءا من اللوحة هو الخطاط العثماني. مصطفى راقم، لو حمد الله الأماسي، لو شوقي أفندي. حلو، كل اللوحات اللي نشوفها بالخط يبدو سابقا ما كان فيها توقيع. من هو أول من أدخل التوقيع الخطي؟ مصطفى راقم، لو حمد الله الأماسي، لو شوقي أفندي. يلا يا شباب، الأربعين سووها يلا ثاني. 70 ثالث. كيف؟ ثالث. لا يلا الثالث. اختار شوقي الثالث. أفندي. شوقي أفندي صادق وعلم التفقين. حسين كأنه ما مختلف يعني. مختلف وياك إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. إن شاء الله. نروح شوقي أفندي يا كنترول. وشوقي أفندي هو أول من أدخل التوقيع لو لا؟ يقول لا الكنترول. لحظة لحظة كنترول قبل الإجابة الصح. شنو كان رأيك؟ شوقي أفندي. شوقي أفندي للأسف. وقعت كنت مختلف وياهم. الإجابة الصح هي مصطفى راقم. حسيتكم اختلفتوا بالنقاش. كان اختيارهم الثاني وأنا الثالث. أها. عموما نتمنى التوفيق لكم بكل الأحوال. 40 نقطة حصاد هذه الجولة الثانية وياكم يا شباب. ونشوف هنا ممكن تتغير النتائج. ممكن نضيف 30 ونصير 60. تكونون أقرب للفوز. نروح لسؤالكم يا شباب في جامعة كربلاء. والسؤال معاكم يقول: أحد أنواع الخطوط التالية كتب بها أو كتب بها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بأي خط كتب الإمام علي؟ الخط الكوفي المصحفي، أم الخط الديواني، أم خط النسخ؟ الأول، خط الكوفي المصحفي. عندكم وقت 30 ثانية. 30. أريد منكم تتأكدون 30 وتعدلون درجاتكم يا شباب. إن شاء الله. متأكدين إن شاء الله. متأكدين ومراجعين زين شنكم. أعطوني الإجابة النهائية. الكوفي المصحفي. الكوفي المصحفي. يلا كنترول، الشباب مصرين على أن تكون الإجابة الأولى هي الإجابة الصحيحة، فهل تتفق مع ما ذهبوا إليه أم لا يا كنترول؟ يقول أتفق، والثلاثين صارت 60 ويدللون وعاشت إيديهم على هذه الإجابة الحلوة. والستين قابلها 40 هو حصاد الجولة الثانية في هذه الحلقة ما بين جامعة كربلاء وكلية الإمام الكاظم عليه السلام الجامعة. النتائج قابلة يعني للاختلاف وللتغيير، لأن الخطوة القادمة والجولة القادمة بها 200 نقطة، وال200 تغير الموازين وتقلبها. نروح وياكم فاصل مشاهدينا ونرجع بعد مباشرة ونشوف شو راح تكون النتائج في الجولة النهائية لهذه الحلقة. خليكم ويانا. يعني رجعنا وياكم مشاهدين الكرام والجولة الختامية في حلقتنا لهذا اليوم في مسابقة معارف التراث. هذه الجولة هي الجولة الحاسمة ما بين فريقين التقينا بهم سابقا والتقينا بهم اليوم للمرة الثانية. يعني هذا اللقاء لقاء حاسم بالنسبة للفريقين، والنتائج لحد الآن تبشر بخير. يعني ممكن الجماعة يفوزون في كلية الإمام الكاظم الجامعة، وممكن جماعة جامعة كربلاء هم اللي يفوزون. هذه الجولة هي من ستقرر. إذن أربعة أسئلة
هي الحاسمة. قيمة السؤال الواحد 40 نقطة، و40 حاليا هو رصيدكم، و60 حاليا هو رصيدكم. الفارق قليل جدا، 20 نقطة ما بين الفريقين، و100 نقطة أو 200 نقطة بانتظار كل من الفرق. نبلش وياكم، وهالمرة نبلش ويا جامعة كربلاء، ونروح للسؤال الأول معاك يا محمد. سؤالك يقول يا محمد، في هذه الجولة الأخيرة عمران بن علي بن عبد مناف من الشخصيات التي لها تاريخ إيماني وبطولي نال الشهادة ودفن فيه، وين دفن؟ في كربلاء أم الحلة أم النجف الأشرف؟ 30 ثانية لعلها تكون من الثواني الصعبة، حاول تعدل وتضيف إلى رصيدكم. أحتاج إجابة قبل أن ينتهي الوقت يا محمد. نروح أي الحلة؟ نعم؟ للحلة نروح. نروح للحلة؟ نعم. يلا كنترول، تروح ويانا للحلة لو عندك رأي آخر. كنترول انتظر منك الإجابة. الحلة إجابة صحيحة، عفي عليك يا محمد، وضفنا 50 إلى رصيدكم وصرتوا 110. حلو 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 حلو. نروح الحسنين، وأنت أنيق وحلو، ونتمنى تكون إجابتك حلوة مثلك إن شاء الله. ونروح السؤالك، وسؤالك يقول، نجم الدين جعفر بن نجيب الدين محمد عالم جليل وأحد أغصان العلم في الشجرة العلمية المثمرة، فهو ينتمي إلى آل نما، وله كتاب مقتل الحسين، عاش في الحلة ودفن وين؟ هل في النجف الأشرف أم كربلاء المقدسة أم الحلة الفيحاء؟ هو عاش بالحلة لكن وين اندفن؟ حسنين 30 ثانية وعدكم بس 40، تقدر تسويها 90 لو لا يا حسنين. المهمة منوطة بك، 10 ثواني متبقية وياك يا حسنين. إن شاء الله ودفن في الحلة الفيحاء. ودفن في الحلة الفيحاء، عاش فيها ودفن فيها إن شاء الله. كنترول، نبقى بالحلة، قبل شوية كنا بالحلة، نبقى بالحلة لو لا؟ الإجابة هل هي الحلة الفيحاء؟ إجابة صحيحة، عفية عليك. إذن 40 صارت 90 يا شباب، وهسه الفرصة بدأت تكبر ويانا. خلي نروح البشير ونشوف شلون راح تكون الأجواء يمك يا بشير. بشير سؤالك يقول، كناه صاحب رياض العلماء أبا الحسن، وقال كان من سادة العلماء وقادة الفقهاء، من هو؟ هل هو الشيخ علي بن قاسم الحكمي، أم السيد علي بن الحسن بن إبراهيم العريضي، أم الشيخ علي بن الحسن الطبرسي؟ 30 ثانية معاك يا بشير، ركز لي، أضيف 50 وصيروا 160. إجابة منك، أنتوا في الجولة الأخيرة، نثبت على الإجابة الثانية. تكلف هواي. السيد علي بن الحسن بن إبراهيم العرضي. الإجابة الثانية يا كنترول، وانتهى الوقت. السيد علي بن الحسن بن إبراهيم العرضي، إجابة صحيحة ولا خاطئة؟ كنترول، عدهم 110 يصيرون 160 لولا؟ يقول إيه يصيرون 160، وإجابة صحيحة، عفي عليك يا بشير، ونتمنى هذه الهمة موجودة عندك يا علي. وسؤالك هالمرة يقول، السؤال معاكم يا جامعة أو كلية الإمام الكاظم الجامعة، يقول، من تلامذة المولى محمد باقر الوحيد البهبهاني بكربلاء كتب مجموعة من رسائل أصولية وفقهية، بعضها للشيخ الوحيد، وفرغ منها في سنة 1203 للهجرة، من هو؟ الشيخ تقي الدين محمد الأنصاري، لو الشيخ محمد القلبيقاني، لو الشيخ صدر الدين التنقابني، من هو؟ 30 ثانية علي، ركز. الشيخ تقي الدين محمد الأنصاري، الشيخ محمد القلبيقاني، أم الشيخ صدر الدين التنقابني، من هؤلاء؟ ركز بالوقت، 10 ثواني متبقية، عندكم 90 نقطة فقط، خليهن 140 حلوات، صيروا قريبين من 160 إن شاء الله. الإجابة الثالثة. الثالثة
الإجابة الثالثة يا كنترول الشيخ صدر الدين التنقابني. إجابة صح ولا خطأ؟ إجابة خطأ للأسف يا علي. للأسف كنا نتمنى تكون إجابتك صحيحة وتعدل الفارق. الإجابة الصح هي الإجابة الثانية. للأسف يا علي الخطأ يكلفنا يا شباب، وإحنا بالمرحلة الثالثة بالجولة الثالثة والفارق قليل. نروح سؤالك يا زهير. سؤالك يقول الجلد الذي تمت دباغته جيدا، الجلد بالعادة اللي تم دباغته بشكل جيد كان يسمى قديما الغاضر، الرصيع، الطميج، شنو كان يسموه؟ للأمانة أنا ما أعرف، حالي من حالك يا زهير. والسؤال تراثي وحلو، ينطينا معلومة على السابق شنو كان يسموه. باب خير الأمور أوسطها نخلي على الرصيع. والله من باب خير الأمور أوسطها، مرة كانت تجي ويانا عدلة ومرة لا، هالمرة شو راح تكون وياك؟ ملكة تجي عدلة، الله أعلم. كنترول، من باب خير الأمور أوسطها نروح إلى الإجابة الثانية، الرصيع. هل هي إجابة صح؟ إجابة خطأ يا زهير. قلت لك مرة تصيب مرة تخيب. 160 حلوات. السؤال الأخير معاكم يا شباب في هذه الجولة يقول خشب طري بين اللحاء والخشب الصلب في ساق النبات كان يستعمل للكتابة ويسمى الشكير أم الشكوفة أم الشكوى. الشكير أم الشكوفة أم الشكوى. إلك يا صادق السؤال ونتمنى منك الإجابة. نثبت على الإجابة الثالثة إن شاء الله. نثبت على الإجابة الثالثة. كنترول نروح إلى الإجابة الثالثة، والإجابة الثالثة خطأ للأسف يا صادق، وهذا هو سؤالك الأخير كان في هذه الجولة. الإجابة الأولى هي الشكير. وقعتكم سؤال واحد فقط يا شباب، وهو السؤال الجماعي. نرجع وياكم ويا سؤالكم الجماعي يا شباب، عندكم 160 شر راح تكون النتائج وياكم. السؤال يقول للسيد أبي محمد الحسن صدر الدين الموسوي العامل الكاظمي المتوفى سنة 1354 للهجرة كتاب في كيفية السلوك وبيان طريقة العبودية، طبع بتبريز سنة 1332 للهجرة، هل هو سبيل المسترشدين إلى معارف اليقين أم سبيل الفلاح لأهل النجاح أم سبيل الصالحين ونهج السالكين؟ أي من هذه الأسماء أو التسميات هو اسم الكتاب؟ السؤال الأخير هذا لكم، عندكم 160 نقطة صح، أحرزت التقدم يعني لكن النقاط مفيدة، ركزوا وانطوني الإجابة. آخر 30 ثانية حاولوا تنطوني إجابة قبل انتهائها. بقى معاكم 5 ثواني يا شباب. يلا راح نمضي 5 ثواني. الثاني، الإجابة الثانية سبيل الفلاح لأهل النجاح. كنترول آخر إجابة كانت مع الفريق هي الإجابة الثانية، هل هي إجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة خطأ للأسف، وبقينا على 160 درجة فقط يا شباب. كنا نتمنى نركز حتى نزيد فرصتنا بالنقاط بشكل أكبر. الإجابة الصح هي سبيل الصالحين ونهج السالكين. بقينا وياكم ونرجع للسؤال الأخير معاكم يا شبابنا الأحبة، وهو السؤال الجماعي مع كلية الإمام الكاظم عليه السلام الجامعة. والسؤال معاكم يقول للشيخ الأقدم الحسين بن عبيد الله الغضائري المتوفى سنة 411 للهجرة كتاب ما زال حبيس المكتبات، هو كتاب سجدة الشكر أم كتاب سجدتي السهو أم كتاب الستين الجامع للطائف البساتين، للطائف البساتين أو للطائف البساتين. 25 ثانية متبقية يعني من عمر الوقت يعني الخاص للإجابة. كتاب الستين الجامع للطائف البساتين أم كتاب سجدتي السهو أم كتاب سجدة الشكر
احتاج اجابه ثانيه قبل ان تنتهي ثمان ثواني المتبقيه. ان شاء الله مع الاجابه الثانيه. كتاب سجدتي السهو. كتاب سجدتي السهو يا كنترول هي الاجابه الاخيره لدى الشباب في كليه الامام الكاظم الجامعه. هل هي اجابه صحيحه ام لا؟ كنترول يقول اجابه خاطئه للاسف يا شباب. بقينا على 90 نقطة فقط. الإجابة الصح هي كتاب سجدة الشكر، وللأسف لم يحالفك الحظ في الإجابة الصحيحة على هذا السؤال، وبقينا 90 نقطة مقابل 160 نقطة لدى جامعة كربلاء. كل التوفيق لإحرازكم هذه النقاط والإجابات الصحيحة، وكنتم حريصين جدا أنه تجاوبون بشكل صح، ثقتكم كانت عالية، ولكن هذه هي أجواء المنافسة وهذا هو جو المسابقة. الناس ممكن ما يحالف الحظ أو ما تتمكن من الإجابة على السؤال، وناس ممكن تتوفق بالإجابة ويحالف الحظ وياها مرة ثانية وتجاوب على الأسئلة، وبالنتيجة لازم يكون عندنا فائز وخاسر في كل حلقة. هذه هي القاعدة. شكرا لكم شباب صادق وعلي وحسنين، كذلك الشكر موصول لكم زهير وبشير ومحمد. نتمنى التوفيق لكم اكيد، وان شاء الله نلتقي بكم مره ثانيه في اجواء مسابقه معارف التراث. الشكر لكم موصول ايضا مشاهدينا الاحبه الكرام في كل مكان، وانتم تتابعونا خلال هذه الحلقه وما مضى من الحلقات السابقه. اكيد انتم جزء اساسي ومحور مهم من محاور هذه المسابقه ونجاحها. المشاهدين لكم حصة كبيرة في الجوائز من خلال الإجابة على سؤال المشاهدين وسؤال الحلقة المخصص لحضراتكم. السؤال لهذا اليوم يقول: صدر عن مركز تراث كربلاء التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية التابع للعتبة العباسية المقدسة كتاب، ما عنوان هذا الكتاب؟ الزهرة البارقة لمعرفة أحوال المجازي والحقيقة، وهو من تأليف من؟ عليكم معرفة من هو مؤلف هذا الكتاب، وعند معرفة الإجابة إرسالها من خلال رسالة على تطبيق الواتساب على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، ونتمنى لكم الفوز بإحدى الجوائز الثلاث المقدمة للفائزين في هذه المسابقة، وهي زيارة بيت الله الحرام أو زيارة الإمام علي بن موسى الرضا أو زيارة السيدة زينب عليها السلام. كونوا أحد الفائزين واحرصوا على الإجابات الصحيحة وإرسالها عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة من خلال تطبيق الواتساب، ونتمنى لكم الفوز أيضا كما نتمناه للفرق المشاركة معنا في هذه الجوائز القيمة التي تقدمها مسابقة معارف التراث التي ينظمها قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي إياكم في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين تقبلوا مني ومن الجميع أطيب التحايا، وإلى اللقاء.